متبعي قناة مغرب نيوز، أهلا وسهلا بكم. الجالية المغربية تعاني، واللي من بينهم أم مغربية عالقة بالديار الأوروبية توجه رسالة، واللي هي رسالة مهمة للرئيس الحكومة. نخليكم معنا في هذا الفيديو. ألو، السلام عليكم. أنا خويا، أنا وحدة من أصحاب الجالية المحبوسين هنا في أوروبا. أنا وحدة من اللي كندفع الضرائب ديال هاد البلاد، ديال الحدود اللي تسدات عنينا. هذا نداء ديالي السيد أخنوش، الله يحن عليك، الله يحن عليك ويخليه العزيز عليك وعلى المسؤولين. إلا ما عير حنوا فينا، حنوا فينا وحلوا لنا الحدود. راه كانت مويمتي في الإنعاش وما لقيت لا جهد وما لقيت منين نطير. مويمتي اليوم ماتت مويمتي ومشات عند الله. مويمتي ماتت وما حضرت ليها وما ترحمت عليها. وبزاف ديال الناس اللي ماتوا اليوم والديهم وما لقاو منين يدوزوا. رانا قلبتش من بلاد غندخل وما لقيت منين ندخل. الله يحنفك سي أخنوش، الله يحنفك ويحنف المسؤولين. الا ما رحمونا، الا ما رحمونا، راه الناس هنا في فرنسا راه بداو كيحلوا عنا في الحدود. الا ما عرفوا عنينا، الله يرحم لكم الوالدين. الا ما حنوا فينا في وجه الله سبحانه وتعالى. راه المهمه مشات ليا وما لقاهاش. المهمه مشات، الله يرحمها مسكينه. بغيت انا نمشي نترحم على مويمتي، راه بقى ليا با الحنين مسكين، راه مريض بغيت نمشي نشوفو. راه ما لقيت جهد، ما لقيت منين ندوز، ما لقيت منين ندخل. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. الا ما حلوا علينا الحدود ما بغينا والو، لا مساعده لا والو. درنا عطيه نمشيو نشوفوها احبابنا، نمشيو نشوفوها. المهم نترحم عليها ونشوف واش بغات. هادشي اللي وليت باغا في الدنيا، مبقيت بغيت والو. الله يحن فيكم. راه كانوا والديا هما ضو عيني، راه مويمتي هي الكل في الكل. مويمتي راه هي اللي كنشوف بها في الدنيا. مشات لمويمة وسدات الباب ونمشي غنترحم على مويمتي. رانا بقيت عايشة بوالو، وليت عايشة عبر القرآن. الحمد لله وليت عايشة عبر القرآن وبالماء، وليت عايشة. الله يحفظكم، الله يخلي العزيز عليكم المسؤولين. الله يحن عليكم. إلا ما رحمونا، رحموني. بغيت نمشي نشوف المهمة، بغيت نمشي نترحم على مهمتي، بغيت نشوف با الحنين اللي باقي مسكين ومريض ايام تقاد عليه الجد. الله يحن عليكم. الا ما حنوا فين، حنوا فين؟ راه ربي اللي عالم، راه ربي اللي عالم بيا. رانا تشويت وتكويت على مهمتي، راه ما لقيت جد، ما لقيت منين ندخل، راه ما لقيت منين ندوز. الله يحن فيكم. الا ما حنوا علينا الوجه الله، فوجه الله سبحانه وتعالى. الى ما رحموا هاد العباد، سديتوا عنينا، راه ضيقتوا عنينا، راه ضيقتوا عنينا. الله يحن عليكم. الى ما حنوا فينا، راه الغالب الله تقاد عليا الجد. شويت وتكويت، تقاد عليا الجد، شويت وتكويت. مهمتي طارت ليا في 4 ايام، ما عرفت الدقه منين جاتني. الله يحن عليكم. الى ما حنوا علينا، الله يحن عليكم.